مش فينا مش خسران ولا مجروح. فانا بقول لهم ان انا على اتم استعداد ان انا ازور مدارسكم عشان اتكلم عن المخدرات في مصر بعد ما كتبت روايه ربع جرام. بشكركم وبتمنى لكم التوفيق في يوم جميل زي النهارده. شكرا. تفاؤل وفرحه. انا سعيده جدا جدا بوجودك في البيت الكبير ده. قدامنا ناس تحكي طبعا وشاركت معاكم وقدامنا ناس يعني اطيب ناس شعب مصر العظيم دايما بيقول ان مصر ولاده. النهارده فعلا او كل يوم فعلا الشباب بتوعنا بيثبتوا ان مصر ولاده. الروايه الجميله اللي شفتها النهارده سواء في الفن او في التمثيل او في الاخراج او في كل حاجه احسنتم كلكم وسعيده جدا جدا بالعرض. نجوم المستقبل اقول لكم ان شاء الله يعني اللي هياخد المركز الاول او حتى اللي ما خدش مركز كلكم حلوين قوي ما شاء الله وربنا يوفقكم ويسعدكم كلكم. الف شكر. ودلوقتي هنشوف مسرحيه من مدرسه ايليت عن احترام الاخرين.